صدر عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله قرار رقم أربعة لسنة 2024 بإصدار الإطار العام لمراجعة أداء المدارس وذلك بناء على عرض رئيس مجلس إدارة هيئة جودة التعليم والتدريب وبعد موافقة مجلس الوزراء جاء فيه المادة الأولى يعمل بالإطار العام لمراجعة أداء المدارس المرفق بهذا القرار المادة الثانية: يلغى الإطار العام لمراجعة أداء المدارس الصادر بالقرار رقم 37 لسنة 2018